أنت ما رأيك هذا زلزال أم فعل فاعل؟ هذا زلزال من الله سبحانه وتعالى يا قفل. الآن أنا زلزلك، الآن أنا زلزلك. لا تزلزلني ولا حاجة أخبار، لا تزل التلفون ولا تقول لي أنا زلزلك. شوف أنا كيف أرعشك الآن مثل الدبية يا دبية. يا خبلي ذي 10 محافظات وفيها كذبوا عليك، كذبوا عليك، كذبوا عليك. كيف الإعلام كذب عليك؟ من جاب كورونا هو من سبب هذا الزلزال. مالك يا قفل؟ الآن التحقيق الجارية، منع للسفر. كورونا هذا يختلف، هذا مرض. وهذا عمل. لكن هذا الزلزال مو زلزال، ثلاث زلازل حصلت. يا أخي احنا وصلنا الآن لعلم الحديث. الآن حرب معلومات، حرب إلكترونية، قنبلة. قنبلة صنعتها أمريكا. إذا خاطبك الجاهلون ماذا نقول؟ قنبلة. قالوا سلام. أسألك سؤال. أدي لي خل. أسألك سؤال. دم الخل. ليش تدمر جزء من تركيا وجزء من سوريا؟ صاروا يجربوها بين الحدودين في منطقة صحراوية خالية من السكان. يا أخي لو لكن لحظة فقدت السيطرة. قنبلة إيش أنت تقصد؟ القنبلة هذه اللي صنعوها وعملت هذا الزلزال. قنبلة إيش، فراغية ولا ذرية؟ أنا ما أفهم. أفهم من؟